ثاني العالم وبقولها لكل العالم حضنك بالنسبة لقلبي أجمل مكان في العالم. عشقك أنا بجنون، عشقك أنا بجنون، ومعايا حبيبي تكون. أنا بجنون، عشقك أنا بجنون، ومعايا حبيبي تكون. ملكة جمال، ملكة جمال، ملكة جمال العالم، ملكة جمال الكون، ملكة جمال الكون. عشقك من كل كياني ياللي مفيش زيك تاني، ده انا ما بغمضش عيوني غير وانتي ما بين احضاني. عشقك انا بجنون، عشقك انا بجنون، ومعاه حبيبي بكون، ومعايا حبيبي بكون. عشقك أنا بجنون، حبيبي بكون، ومعايا حبيبي تكون. ملكة جمال، ملكة جمال، ملكة جمال العالم، ملكة جمال الكون. هيفا مسا الخير عادل اول شيء. مسا الخير هيلدا. توني ما قدرت. ثانك يو ثانك يو. ثانك يو يو لوك ادوربل. فقدت اعصابي. هيفا توني ما ركز معك كثير بالغناء، حسيتي عادل ركز اكثر؟ عادل ركز. ركز؟ خلينا نشوف. استاذ روميو برايك مين كان مركز اكثر، توني او عادل؟ والله اللي كان مركز هو انا مركز على هيفا. استاذ روميو انت كنت مركز على عادل او على هيفا؟ كنت على عادل. قلت عادل هاي 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 على علي علي. انا حابب اقول بس عملت هيفا هيفا بالثلاثينات، ثلاثينات باول الاربعينات كان في فنانة ممثلة كبيرة كتير اجمل مرة عرفها تاريخ هوليود اسمها ماي ويست. ما راح اقول انت بتشبهي لها، هي بتشبهني. هيفا انا عملت مديتيشن وعملت ريكي ويوغا حتى ما افقد اعصابي. سلامة اعصابي. عن جد. عادل. بونسوار مسيو رومي. كيفك حبيبي؟ الحمد لله. عادل يعني زمط زمطة منيحة اليوم. بالكاد رح احط لك ياس. اوكي اسال كريس. طيب كريس ده تبعي. ياس لعادل من استاذ روميو. أسامة عادل الليلي كان مختلف عن المرات السابقة أو أول شيء هاي هيفا.
هاي اجان كثير بشعة. ميرسي. ثيابك بشعين يعني. شو دعم ما بعرف. عيونك البشعين. بعدين شو هيدا يعني ما بعرف شو بدنا نعمل انا وياك. ما في غير حل واحد. شايفه؟ نسينا عادل مش عم بحكي عنه. ما بعرف ما بعرف اذا حدا سمع عادل عم بغني الليله. لا هاي عادل. هاي بونسوار. كيفك؟ الحمد لله. اول شيء اللي بيبقى حده هيفا. بده ياخذ ياس على طول. بده يفك اول شيء الجاكيت، بده يرتاح وبده يكون لذيذ. لا انا دعفان. دعفان. ما لها علاقة بس انه لازم تكون اكثر متحرك حدا يعني. بس هيك احلى. حدك نار مثلا. اوف. شفت كيف؟ لازم تكون انت وأي نار. بقى يعني لشغلي انه انا ما ركزت على عادل بصراحة، ركزت على هيفا. طب لا بمصلحتي بمصلحتي. لا بس عادل سمعتك مزبوط. That's not you. أوكي. أنت وتوني اليوم ما بعرف ليه حاسس إنه مش اليوم هذا هو. الفويس كان مش بعرفه يعني. بالطبع. كان حركة دائما سلو موشن شوي اللي أنا بشوفها مع هيك موسيقى لازم تكون بغير طريقة كانت. هيفا أنت بتعقدي. مركز عم ركز. حتى اللي ياس لإلي لك. أكيد 20 ياس إلي. سوري ها. إيه ياس ولا نو؟ نو سوري. استاذ روميو كنت حابب تقول شيء؟ شيء. تفضل استاذ روميو. عادل اول مره بحياتي بشوف واحد لابس ثياب بيلبقوا مع الثياب برنشات. احس اكيد هو ما ذنبه استاذ روميو، انا الشيطانة مش هو. انت الملاكة هيفا. حسن شو بيستاهل عادل بعد هالبرفورمانس؟ والله في الأول هيفا بتستاهل يس على البرفورمانس. ستة يس. ويس على الشياكة بتاعت الجولد والبلاك والحاجات الحلوة دي. وبالنسبة لعادل أنا طبعا ما بصيتش عليه قوي، لكن من اللي أنا شفته يعني تقريبا واللي أنا فاكره فكان حلو. صريح حسن. من اللي شفته. شكرا حسن. أنا بس بدي أقول كلمة. تفضل عادل. جمهور هيفا كتير كبير الليلة. طبعا. تفضل عادل. سقفة كبيرة لهيفا. سقفة زقفة كبيرة لهيفا. وزقفة كبيرة لأمي اللي موجودة في لبنان وبتتفرج عليا النهارده لايف لأول مرة. I love you mom. منحييها وأهلا وسهلا فيها بلبنان. وبنشكر أعضاء لجنة الحكم والنجمة الجماهيرية هيفا. وبريك مشاهدينا ونرجع لكم، خليكم معنا.